ورجعنا لكم من جديد على كوين 3، ولسه مكملين طبعا في ربح العملات الرقميه من الجديد والحصري على كوين 3. اليوم طبعا معانا موقع خفيف ولذيذ كده، كل الناس هتكسب منه عشان الاسبوع اللي فات كان كله شغل تقيل والناس بتقول شغل صعب علينا. النهارده يا صاحبي 8 عملات مباشر ومباشر على محفظتك، بمجرد ما تخش تحل الكباتش هتلاقي العملات كلها وصلت في قلب محفظتك. طبعا النهارده معانا فاوصل جديد، كل المطلوب منك محفظة فوستي باي. خليك معايا لو انت ما عندكش المحفظة هشرح لك في اخر الفيديو ازاي تعملها. طبعا ده المواقع دي كل الناس بتكسب منها، هتجمع اجزاء على محفظتك والاجزاء دي بتجمعها لاي عملة انت عايزها. بس تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتوى وتعالى اشرح لك. طيب مبدئيا لو انت عندنا في قناه الاير دروب هتلاقيهم طبعا زي ما حضرتك موجودين عندك، ممكن تاخده بكوبي تحطهم في محفظه خارجيه او تدخل عليهم مباشر من هنا. لو عايز تاخدهم كوبي هتعمل كده مباشر وتاخدهم كوبي من عندك وتروح موديهم مثلا في نوتا زي كده مثلا تخرجهم، او هتلاقيهم موجودين طبعا مثبتين على قناه الاير دروب. كل اللي محتاجه يا صاحبي يكون عندك محفظه فوست بي زي ما قلت لك. لو ما عندكش المحفظه خليك معايا لاخر الفيديو، هي سلسه وسهله جدا، وهسيبك رابط طبعا يوصلك لك. لو انت مستعجل هتلاقي رابط يشرح لك ازاي يكون عندك المحفظه. زي ما انت حضرتك شايف محفظه فوست بي سلسه وسهله جدا، مش مطلوب منك غير انك انت تجيب العنوان بتاع العمله اللي هتستخدمها وترجع تشتغل في الموقع. كمثال احنا دلوقتي هنبدا بالعملات، انا طبعا منسقهم لك ومرتبهم لك. عندنا طبعا هنا عمله بي NB سمارت، طبعا بتاخد من 60 ساتوشي الى 120 ساتوشي كل 5 دقائق. كل العملات معانا النهارده كلها 5 دقائق، بي ان بي، دوش كوين، ترون، بيتكوين، لي تي سي اللي هي ليت كوين، او اس دي تي اللي هي الدولار، زاد كاش اللي هي زد كاش طبعا، والداش اللي هي داش كاش. طيب هتجي طبعا الرابط ده بالشكل ده تفتحه بالطريقه العاديه زي حضرتك شايف، هتدوس عليه يفتح معاك بالطريقه ديت. كل مطلوب منك زي ما قلت لك تجيب عنوان البي ان بي. بنروح دلوقتي على محفظتنا نشوف فين العنوان بتاع العمله اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. ومجرد طبعا ما تخش على العنوان بتاع حضرتك يبقى البي ان بي سمارت ده بالشكل ده، وبترجع حضرتك على مكان الفاوست. ركز بقى عشان مكان الفاوست هنا فيه اعلانات منبثقه، كل الفكره صاحب الموقع بيكسب من الاعلانات المنبثقه وانت بتكسب من تخطي الروابط، ولكن هنا مفيش تخطي روابط. هنا بتيجي تعمل كده في المكان الهولاني هنا، بتحط العنوان بتاع حضرتك وبتنزل تحت زي ما حضرتك شايف في حاجه اسمها لونج اهي. يبقى احنا حطينا فين العنوان يا عم احمد عشان الناس تبقى فاهمه؟ حطينا العنوان تحت العمله نفسها في الخانه الفاضيه زي ما انت حضرتك شايف، وبتيجي تحت على لونج او دخول. حضرتك هنا بيظهر معاك لو هنا قال لك الخطا زي ما انت حضرتك شايف، يبقى انا نسخت العنوان خطا. طبعا فعلا انا نسخت العنوان خطا، نرجع نجيب العنوان الصح، ده كان بي ان بي سمارت. تمام ناخده كوبي. تمام الاول بنحط هنا العنوان اللي لسه واخدينه وبنزل تحت طبعا زي ما حضرتك شايف، بتيجي على لونج نفس الكلام برضو ما تحطش العنوان، يبقى ننسى ناخدها خالص كده. اوكي تمام حطينا عنوان بي ان بي، بتيجي هنا على لونج حضرتك بيطلع معاك كباتشا. اول حاجه بتيجي معاك زي ما انت شايف طبعا اللي هي كونتينوار. ركز بقى عشان الخطوات دي بتعملها في كل العملات. اول حاجه بتحل الكباتشا، لو انت عايز تقفل الصوره دي بتقفلها من هنا، ولكن ركز عشان لو دوست في اي مكان هيفتح لك صفحه منبثقه، ممكن تقفلها لو دوست من هنا كده. اول حاجه هنا بتحل الكباتشا اللي هي انا لاست ريبوت، وبتلاقي هنا حضرتك في اربع كلمات اهو، اربع كلمات وبتلاقيهم طبعا تحت، واحده اهي واثنين اهي، وهتلاقي واحده تحت هنا وواحده تحت هنا. يبقى المطلوب منك بعد ما تحل الكباتشا دي ترتب الكلمات وهكذا. دي الموضوع الكباتشا اف او جي فويجي، يبقى نشوف فين فويجي، شوفها تحت هنا اهي، تحت اهي تحت. اللي بعدها ناريس، يبقى ناريس، يبقى نشوفها مين، يبقى ناريس اهي اللي بعدها طبعا، وهكذا تشوف الكلمات اللي هي مطلوبه منك، وبعد كده تطلع زي ما انت طبعا حاجه اكيد انت عارفها. يبقى دي هنا كده ودي هنا كده. بمجرد طبعا ما بتختار الكلمات بتيجي هنا على بيرفيكار، بتلاقي حضرتك زي ما انت شايف ادخل على الرابط. بمجرد طبعا ما بتدخل على الرابط من هنا اهو بالشكل ده، بمجرد طبعا ما تدخل على الرابط هو تلقائي بيحولك على خط الرابط، ولكن انت زي ما قلت لك مش بتتخطى، بتيجي هنا تقول له اوكي كونتينوار. لو فتح معاك صفحه زي كده ترجع منها زي ما انت شايف كونتينوار اللي هو البوت الثاني، يبقى هو كده تخطى منك الرابط، ولكن مش محتاج منك ان انت تخش تتخطى، فقط بتحل الكباتشا والموضوع سلس جدا. بعد طبعا ما بنتخطى الكباتشا اللي هي العاديه بتاعتنا دي بالشكل ده، بتيجي حضرتك تعمل له كونتينوار اللي هي اخر حاجه من هنا زي ما حضرتك شايف، وبيعد معاك العداد. بعد ما بينتهي العداد بتلاقي طبعا الساتوشي في قلب محفظتك. الكلام ده بتعمله على كل العملات زي ما انت حضرتك شايف. طبعا بتيجي هنا بعد ما بتفتح
الثبوت بتاعك، بتيجي هنا على كليم او خد البونص بتاعك. بمجرد ما بتدوس عليها لو فتح معاك موقع تعمل رجوع وتدوس عليها من تاني، هتلاقي حضرتك زي ما انت شايف البونص وصل محفظتك في محفظتك. نفس الكلام برضو هتعمل في باقي العملات. يلا نعمل كده عمله كمان معانا يا عم احمد، نرجع تاني نعمل مثلا عمله الدوش كوين. نفس الكلام هتاخد كده الموقع تفتحه، هيفتح معاك موقع الدوش كوين. يبقى المطلوب مننا دلوقتي نجيب عنوان الدوش كوين. يبقى نروح طبعا عشان انا سحبت قبل كده، فهتلاقي طبعا العناوين كلها متسجله عندك، فمش محتاج ان انت تضيفها مره كمان. هتيجي فقط تدوس على لونج او نعمل الخطوات اللي احنا عملناها لسه دلوقتي عاملينها. لو فتح معاك اي صفحه زي ما انت عارف طبعا تفتح الراوت من تاني، لان قلت لك دي اعلانات منبثقه. خطوات سلسه وسهله جدا. اول حاجه بنحل الكباتشه العاديه، تاني حاجة طبعا بنحل الكباتشة اللي هي الأربع كلمات، نشوف الكلمات فين اللي هو محتاجها مننا. يبقى أول كلمة هنا، تاني كلمة دي، يبقى رابع كلمة. تقفل الحاجات دي عشان لو هي مزعجة بالنسبة لك، وتعمل بيرفيكار أو تأكيد زي ما أنت شايف. طبعا بيظهر معاك الكباتشة العادية، طبعا عشان أنا حليت قبل كده فبيبقى الموضوع سهل ليا. بتحل هنا الكباتشة العادية اللي احنا طبعا عارفينها. بمجرد ما بنحل الكباتشه بالشكل ده بنيجي نعمل كونتينوار، او هو تلقائي بيتحول 6 دقائق او 7 ثواني عفوا او 6 ثواني. وبمجرد طبعا ما بينتهي تلقائي بيبقى معاك البونص في قلب محفظتك. بتيجي هنا بمجرد ما بينتهي البونص بتيجي طبعا تاخد البونص. لو فتح معاك صفحه بترجع منها وتدوس عليها تاني عشان يوصلك البونص. لازم يبقى معاك في الشكل ده عشان يقول لك احنا بعتنا لك الساتوشي في قلب محفظتك. نفس الكلام برضو تعمله على عمله ترون وتعمله على باقي العملات. طيب لو انت دلوقتي ما عندكش محفظه يا زميلي، تعمل المحفظه ازاي؟ سلسه وسهله جدا. هتروح طبعا تفتح الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو اللي هو انشاء محفظه. تروح طبعا في متصفح جديد، اسهل المحافظ اللي تعملها وامنه ما تقلقش. بتيجي طبعا هسيب لك الرابط انا تسجيل مباشر. بتفتح معاك المحفظه بالشكل ده، واغلب الناس طبعا عندها محفظه، ولكن في ناس بتبقى جديده في العملات مش عارفه ايه المحفظه وبتعملها ازاي. سلسه وسهله جدا. هيفتح معاك خيارين يا صاحبي زي ما انت عارف، طبعا بتيجي على اول خيار الازرق من هنا بالشكل ده عشان تعمل حساب. هنا طبعا بيطلب منك اليوزر نيم بتاع حضرتك، وهنا بتعمل الايميل اللي هتسجل بيه، وهنا بتعمل الايميل مرتين والباسورد مرتين، وبتاكد وبتعمل من الناس ريبوت وبيبعت لك تاكيد على الايميل، وكده بيكون عندك حساب. وبتيجي بقى يا صاحبي تدخل دخول عادي بالايميل والباسورد بتاعك، وبتلاقي عندك محفظه نفس المحفظه اللي احنا كنا بنشتغل فيها اللي هي محفظه الفوست بي بالشكل ده. بتنسخ العناوين براحتك. طبعا قصه التبديل وتسحب انا عامل لك شرح كافي. لو عايز طبعا ترجع تتاكد تاني من الحاجات دي بتوصلك ولا مش بتوصلك، هتلاقي طبعا كل حاجه بتوصلك زي ما انت شايف. هتلاقي هنا الاجزاء بتاعتك اللي انت سحبتها اهي زي ما انت حضرتك شايف، بي ان بي ودوش كوين والبي ان بي تاني، ونفس الكلام برضو كل حاجه بتوصلك مباشره على المحفظه. ده كان فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين 3.